إذا كان الميزان الأول في نقدنا لمتن الكتاب المقدس هو النظر فيما يقوله الكتاب عن الله. طيب ماذا يقول الكتاب عن أنبياء الله؟ يعني إذا عرفنا ماذا يقوله عن الله عرفنا ماذا يقوله عن الأنبياء. أولا نحن المسلمين نؤمن أن الأنبياء هم صفوة خلق الله. يقول الله لمحمد عليه الصلاة والسلام: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. بعد أن ذكر أسماء الأنبياء قال: أولئك الذين هدى الله. يا محمد، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده عليه صلوات ربي وسلامه. الأنبياء هم صفوة خلق الله. ليش؟ لأنهم يحملون رسالة الله. أنا الآن بدي أرسل رسالة إلى الشيخ عمار، من أختاره؟ السفيه أم العاقل؟ العاقل. طيب إذا أرسلت السفيه دل على سفاهة المرسل. السفيه يرسل سفيها والحكيم يرسل حكيما. يقولون الرسول على قدر المرسل، الرسول على قدر المرسل. لذلك الله اختار صفوة الخلق. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران على العالمين. النبوة اصطفاء من الله عز وجل، يصطفي خيرة خلقه فيحملهم رسالته إلى الناس. هذا معتقدنا كمسلمين. التوراة في بعض نصوصها تثني على الأنبياء، فتقول مثلا: كان نوح رجلا كاملا في أجياله، يعني كان بارا، ماشي. وفي أحيان أخرى تثني على فلان. هناك بعض الثناء على الأنبياء، لكن هذا الثناء لا يعد نسبة لا تتعدى 1% مما جاء على الأنبياء. ما عدا ذلك كله إسفاف سباب وشتائم. الأنبياء زنات، الأنبياء شربوا خمر، الأنبياء يبنون معابد الأصنام، الأنبياء يعبدون غير الله. باختصار وأقولها بمرارة، الأنبياء في الكتاب المقدس هم سفلة الخلق. لو كان ما تقوله التوراة عن هؤلاء الأنبياء صحيحا، لماذا اختارهم الله؟ ليش ربنا يختار الزنات ما يختار الأبرار والأتقياء؟ يا جماعة، لو كنيسة من الكنائس أرادت أن تختار قسا أو أسقفا أو بابا أو كذا، من تختار؟ الأصلح، الأعلم، الأفضل. لو واحد معروف عنه بأنه زاني أو شريب خمر، هل يختارونه؟ بالطبع لا. ولو اتهمنا أي من بابوات الكنيسة بأنه زاني وأنه يشرب الخمر لقامت الدنيا ولم تقعد. ليش؟ لأن البشر حين يختارون كرام الناس. طيب البشر حين يختارون كرام الناس، والله حين اختار من؟ للأسف الكتاب المقدس يقول اختار السفلة، وكأن البشر أحكم من الله في اختيارهم. الذي يدافع ولا يقبل أن يتهم أحد آباء الكنيسة بأنه زان أو شارب خمر، ويقبل أن يقال هذا عن داود وعن سليمان وعن غيره، كأنه يقول بأن البشر يحسنون الاختيار، بينما الله تبارك وتعالى لا يحسن الاختيار. أول الأنبياء نوح عليه الصلاة والسلام. ماذا تقول عنه التوراة في التكوين 9:25؟ ابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى. مين اللي سكر؟ نوح. بعدين دخل ابنه الصغير شافه هو سكران، طلع قال لأخويه، قال ترى أبويا سكران وعريان. فدخل الولدان بظهريهما، يعني يرجع للخلف، وغطى الوالد السكران العريان. لما أفاق الأب من سكره ماذا صنع؟ استغفر الله؟ لا 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 أبدا. فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير، بأنه رآه وتفرج عليه، فقال: ملعون كنعان. مين كنعان هذا؟ لا ليس ابنه، لا أبدا ليس ابنه، هذا ابنه اسمه حام،
من كنعان ابن سيولد لحام، يعني ما لعن الابن، لعن من؟ الحفيد اللي ربما لسه لم يولد. مين كنعان هذا؟ هذا جد الفلسطينيين، يعني اللعنة على الفلسطينيين، هذا المقصود. فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير اللي هو حام، فقال ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته. طيب ماشي، هذا نعاقب بذنب أبوه، لأنه أبوه رأى عورة الجد فيعاقب فيصبح عبدا ويصبح ملعونا. طيب ماذا عن الأب الذي سكر وتعرى؟ إيش عقوبته؟ التوراة ليس عندها أي عقوبة لمثل هذا الأب. طيب لماذا يرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا تقول عنه التوراة في موضع آخر بأنه كان كاملا في أجياله وأنه كان بارا؟ لا أدري، لا أدري كيف يكون بارا وشريب خمر في وقت واحد. لوط عليه الصلاة والسلام النبي الذي حارب الشذوذ، تتهمه التوراة بأنه زنى. النبي اللي حارب الشذوذ في التوراة كان زانيا، وأي زنا؟ زنا محارم، زنى بابنتيه. وإيش السبب؟ سبب غريب جدا. التكوين 19:30، صعد لوط من صوغر وسكن في الجبل، بعد ما عذب الله سدوم وعمورة، وسكن في الجبل وابنتاه معه، لأنه خاف أن يسكن في صوغر، فسكن في المغارة هو وابنته. قالت البكر للصغيرة، حوار غريب، أبونا قد شاخ صار شيخا كبيرا، وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة أهل الأرض. يعني كأن الرجال انقرضوا من الدنيا، ما بقي غير هذا الرجل الذي في المغارة، وكل الدنيا انقرضت ما عاد فيها رجال. والله عيب على الرجال. وليس في الأرض رجل ليدخل علينا، هل أمي نسقي أبانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقطا أباهما خمرا في تلك الليلة، ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. في اليوم الثاني جاءت الثانية عملت نفس الشيء، شربوا خمر، وبعد ما شربوا خمر اضطجعت معه الصغرى، فحبلت ابنة لوط من أبيهما، فولدت البكر ابنا دعت اسمه مؤاب، هذا سيصبح جد المؤابيين أعداء بني إسرائيل. ودعت الثانية لما ولدت ابن سمته مؤاب، وهو أبو المؤابيين. ما الهدف من هذه الإساءة؟ شتم أعداء بني إسرائيل العمويين والمؤابيين، يقولون لهم أنتم أبناء زنا محارم. ولو كان في هذه الإساءة إساءة إلى لوط عليه الصلاة والسلام، بل إساءة إلى الرب الذي اختار لوطا ليكون نبيا. موسى عليه الصلاة والسلام النبي العظيم من أنبياء بني إسرائيل، هذا النبي أيضا تسيء إليه التوراة أيما إساءة. العدد 11:10، فقال موسى للرب، اسمعوا إلى موسى كيف يخاطب الله، هل تخاطبون آباءكم بمثل هذه الطريقة؟ قال موسى للرب لماذا أسأت إلى عبدك؟ لماذا أسأت إلى عبدك؟ لماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي؟ ألعلي حبلت بجميع هذا الشعب؟ أنا اللي خلفته؟ الناس اللي يردحوا، واحد يردح لواحد، أنا اللي خلفته، أنا خلفتكم ونسيتكم، نفس الطريقة. ألعلي حبلت بجميع هذا الشعب أو لعلي ولدته، وأنا اللي خلفتهم ونسيتهم، ليش كل حاجة تطلبها مني مني مني؟ يكلم مين؟ أبوه؟ يا جماعة لو واحد فيكم ابنه كلمه بهذه الطريقة ماذا يفعل به؟ هذا يكلم الله بهذه الطريقة. بعدين يقول له إن كنت تفعل بي هكذا فاقتلني، إذا أنت حتستمر ثقل جميع الشعب علي اقتلني وريحني، إن وجدت نعمة في عينيك فلا أرى بليتي، خلاص سيبك مني، يا تقتلني يا سيبك مني. مين اللي بيفعل هذا؟ موسى. يخاطب مين؟ يخاطب الله. هل يعقل أن يكون هذا نبيا لو كان ما تقوله التوراة صحيحا؟ إساءة أخرى في سفر العدد 31، إساءة إلى موسى عليه السلام. موسى لما هرب من مصر راح إلى مدين، ثم بعد ذلك اختاره الله فصار نبيا، فلأهل مدين فضل عليه، سنرى الآن جزاء أهل مدين. أرسل موسى جيشا إلى أهل مدين
فقتلوا منهم من قتلوا ورجعوا. فلما رجعوا سخط موسى على وكلاء الجيش رؤساء الألوف. طيب ليش؟ رؤساء المئات، الجيش كان يقسم إلى ألوف وكل ألف تقسم إلى مئات، موسى زعلان منهم. فسخط موسى على وكلاء الجيش رؤساء الألوف ورؤساء المئات القادمين من جند الحرب، وقال لهم موسى، الآن حنعرف ليش زعلان موسى، هل أبقيتم كل أنثى حية؟ أبقيتم أحد من الإناث ما قتلتموه؟ فالآن إذا كنتم فعلتم هذا فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال، أي ذكر من الأطفال، طفل ذكر اقتلوه، وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر، يعني متزوجة، كل امرأة متزوجة اقتلوها، ولكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر، يعني بنات ما تزوجوا ما دخل بهن، أبقوهن لكم حيات. هل يعقل أن موسى عليه الصلاة والسلام يأمر بقتل الأطفال الذكور والنساء المتزوجات؟ هل يعقل هذا؟ هذه إساءة إلى موسى عليه الصلاة والسلام. هارون عليه الصلاة والسلام يصفه المزمور 106 على 16 فيقول هارون قدوس الرب، كلام جميل، هارون رجل مقدس عند الله عز وجل، جيد. لكن في سفر الخروج 32 يخبرنا أن الذي بنى العجل لبني إسرائيل هو هارون عليه السلام. العجل الذهبي من الذي بناه حسب الإسلام؟ السامري. بالأمس سألني أحد الإخوة قال النصارى يقولون بأن السامرة لم توجد إلا بعد موسى، فكيف يقول القرآن بأن السامري هو الذي بنى العجل؟ القرآن ينسب السامري إلى السامرة، السامرة كانت بعد السامري بزمن. أقول لا، الحضارة السومرية كانت قبل الميلاد 4000 سنة. موسوعة المورد تقول بأن السومريون أن السومريين كانوا معروفين بصناعة الخزف، فهذا السامري نسبة إلى السومريين وليس إلى السامرة التي ستبنى بعد موسى عليه الصلاة والسلام. ومن جهلهم ظنوا بأن القرآن ينسب إلى السامرة وهو ينسب إلى الحضارة السومرية. المهم نحن عندنا السامريون، السامري هو الذي بنى العجل الذهبي بما تعلمه من أجداده السومريين. فماذا تقول التوراة؟ تقول بأن هارون عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى العجل الذهبي، وأتوا بها إلى هارون فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا. هل يعقل هذا؟ طيب قبل شوي نقرأ قدوس الرب والآن يبني العجل الذهبي، أيهما هارون؟ القدوس الذي يبني العجل الذهبي، معادلة صعبة لم أفهمها. يشوع بن نون النبي الذي رد الله له الشمس حتى يستطيع الصلاة في وقتها، كما قلت سفره سفر المجازر، نقرأ لكم مجازر سريعة جدا. يشوع 6 على 20، صعد الشعب إلى المدينة كل رجل مع وجهه وأخذ المدينة وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف، إلى أن يقول النص أحرقوا المدينة مع كل ما بها بالنار. حرقوا كل شيء بأمر مين؟ النبي يشوع. في سفر يشوع 10 سلسلة طويلة من المجازر، أقرأ لكم واحدة منها ومثلها 6-7 مجازر بعدها، اقرأوها في سفر يشوع 10. أخذ يشوع مقيد في ذلك اليوم مدينة وضربها بحد السيف وحرم ملكها، يعني قتله هو وكل نفس بها، قتل ملكة وكل نفس بها، لم يبق شاردا. في أحد هرب من المجزرة؟ أبدا. وفعل بملك مقيدة كما فعل بملك أريحة. ثم يمضي النص ليحكي عن بقية المجازر كلها لم يبقي بها شاردة، لكن في آخر الفقرة ماذا يقول؟ كما أمر الرب. كل هذه الجرائم كلها
جرت وفق أمر الرب تبارك وتعالى. ما من نبي أساءت إليه التوراة أكثر من إساءتها إلى داود عليه الصلاة والسلام. أكثر إساءات تعرض لها بشر من الكتاب المقدس هو داود عليه الصلاة والسلام، مع أن التوراة كما سنرى تثني عليه ثناء غريبا، شيء عجيب، بل تعتبره الأنموذج الأسمى. لكن اسمعوا ماذا تقول التوراة عن داود في سفر صموئيل الثاني 11، قصة زناه بامرأة أوريا الحثي وكيف تخلص من زوجه وقتله، وهذه الزوجة الزانية هي التي أنجبت له فيما بعد سليمان عليه السلام. إذن زنا بجارته امرأة أوريا الحثي وكيف تخلص من زوجه وقتله. أراد داود أن يتزوج، عايز مين؟ عايز بنت الملك شاول، ميكال صاحبة الحسن والدلال، وإذا شئتم فقولوا والدلال والجمال. ميكال بنت شاول أراد أن يتزوجها داود. شاول الملك لم يرد أن يزوجها بداود، فقرر يتخلص منه، فقال له تذهب إلى الفلسطينيين تقتل 200 فلسطيني وتقطع مذاكيرهم وتحضرها إلي، إذا أحضرت لي 200 غلفة فلسطيني أعطيك ميكال صاحبة الحسن والدلال. هو يريد أن يتخلص منه، يظن أنه داود يذهب يقتله الفلسطينيون فيرتاح منه. لكن والله داود ما كذب خبر، حسب الكتاب المقدس صموئيل الأول 18-27، قام داود وذهب هو ورجاله وقتل من الفلسطينيين 200 رجل في سبيل الله، في سبيل ميكال. قتل من الفلسطينيين 200 رجل وأتى داود بغلفهم، قطع مذاكيرهم، لأن الملك لازم يشوفهم غير مختونين، بني إسرائيل مختونين، الفلسطينيين غير مختونين. أتى داود بغلفهم فأكملوها للملك لمصاهرة الملك، مع كيس يطلع من الكيس ويحط قدام الملك، والملك يعد 1-2-3-4 إلى أن كمل 200، قال له خذ ميكال حلال عليك. أغرب مهر في التاريخ، أغرب مهر في التاريخ. سبحانك، هذا بهتان عظيم. ميكال هذه حقيقة ضايع فيها المهر الغريب. في صموئيل الثاني 6-14، رأت الملك داود يرقص. نسمع مشاعر ميكال. كان داود يرقص بكل قوته أمام الرب، يرقص بقوة. أشرفت ميكال بنت شاول من القوة، ورأت الملك داود يطفر ويرقص أمام الرب، فاحتقرته في قلبها وقالت ما كان أكرم ملك إسرائيل اليوم حتى تكشف اليوم في أعين إماء عبيده كما يتكشف أحد السفهاء. إيش هذا يا داود؟ مثل السفهاء طالع أمام الناس عريان. فاحتقرته في قلبها، ضاع فيها المهر العجيب، وهذه إساءة أخرى إلى داود عليه الصلاة والسلام. من هذه الإساءات التي تسيء بها التوراة إلى داود عليه الصلاة والسلام أنها نسبت إليه دموية لا تكاد تجدها إلا عند هتلر. نقرأ هذا النص في سفر صموئيل الثاني 12-31، إحدى المذابح التي صنعها داود كما يزعم الكتاب المقدس. أخرج الشعب الذين فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد. ماذا صنع بهم؟ نشرهم بالمناشير، حطمهم بفؤوس الحديد، وأمرهم في أتون الآجر، يعني أحرقهم في أفران الطوب. داود أحرق الناس في أفران الطوب. أمرهم في أتون الآجر، وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون. هذه المذبحة ليست في محل واحد، كل ما راح لمحل يأتي بسكان المدينة ينشرهم بالمناشير، يحطمهم بفؤوس الحديد ونوارج الحديد، وهكذا يصنع في كل مدن بني عمون. مذبحة كارثة، من يصنعها؟ نبي الله داود. الترجمة العربية المشتركة
والرهبانية اليسوعية جماعة أصحاب حس مرهف. النص هذا آلمهم، مو معقول يكون داود بهذه القسوة، قتل نساء وأطفال. فإيش عملوا؟ عملوا تغيير في النص. خليني أقرأ لكم: وأخرج سكانها منها وأجبرهم على العمل بالمناشير والنوارج وفؤوس الحديد. يعني مو قتلهم، ما نشرهم، شغلهم نجارين وحدادين. والله ده عمل طيب يا أخوان، بدل ما هم جالسين بطالة لا عمل ولا مصلحة، الرجال شغلهم نجارين وحدادين. أخرج سكانها منها وأجبرهم على العمل بالمناشير والنوارج وفؤوس الحديد وعلى الاشتغال بصناعة اللبن. هو ما أحرقهم في مصانع الطوب، لا لا لا، هو شغلهم الرجال إيش في مصنع الطوب. جماعة أصحاب حس مرهف، أصحاب الترجمة العربية المشتركة، ومثلهم أصحاب الرهبانية اليسوعية. لكن نقول يا جماعة صبركم علينا شوي، افتحوا على الأيام الأول 20 على 3. الأيام الأول 20 على 3 نص صريح وواضح يقول: أخرج الشعب الذين بها ونشرهم بمناشير ونوارج حديد وفؤوس. مو شغلهم، نشرهم، نشرهم بمناشير ونوارج حديد وفؤوس. وهكذا صنع داود لكل مدن بني عمون، عادل، ما ترك منهم أحد إلا وفعل به هذه الأفعولة. طيب أريد أسأل، نبي زاني حسب كتابكم، نبي قاتل من أجل عيون ميكال بنت شاول، نبي يصنع هذه المذابح لأي سبب من الأسباب، هل هذه إساءات ولا ما هي إساءات؟ رغم هذه الإساءات كلها فإن التوراة تعتبر داود الأنموذج الأرقى والأفضل. كل الناس لازم يكونوا مثل داود. نقرأ أعمال الرسل في العهد الجديد 13 على 22، يقول: وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبي. حسب قلب مين؟ الرب. يعني زي ما يبغى ربنا، يعني رجل ملتزم مستقيم. وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. داود رجل يصنع مشيئة الله، حتى وهو يقتل 200 فلسطيني ويقطع مذاكيرهم ويحضرها من أجل ميكال، كان مستقيما وفق أوامر الله. في سفر الملوك الأول 11 على 34، الله عز وجل يقول للملوك بني إسرائيل: يا سليمان، يا رحبعام، كونوا مثل داود، ولا آخذ كل المملكة من يده، اللي هو سليمان، بل أصيره رئيسا كل أيام حياته. الرب سيكرم سليمان، ليش؟ لأجل داود عبدي، لأجل عين تكرم مرج عيون، لأجل داود الرب سيكرم سليمان، لأجل داود عبدي الذي اخترته. الرب هو الذي اختار داود، وشفتوا داود إيش اللي فعله: الذي حفظ وصاياي وفرائضي. داود كان منتهكا ولا حافظا لوصايا الله؟ مستقيم. سفر التثنية يقول عن الوصايا العشر: لا تقتل. وداود كان مستقيم، ما قتل أحد. هم 200 فلسطيني عشان ميكال، وكم مدينة من مدن فلسطين ما عمل فيهم شيء، بس نشرهم بالمناشير وأحرقهم في أفران الطوب، ما عمل شيء، كان مستقيما. حفظ وصاياي، التوراة تقول حفظ وصاياي وفرائضي. في الملوك الأول 11 على 6 تتحدث عن سليمان: عمل سليمان الشر في عيني الرب. ماشي، سليمان مش كويس، حاشا لله تبارك وتعالى وحاشا لرسوله، ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. ما كان مثل أبوه، أبوه كان مستقيم تماما. في الملوك الأول 15 على 5 نص غريب عجيب: داود عمل ما هو مستقيم في عيني الرب، مثال الاستقامة داود، ولم يحد عن شيء مما أوصاه به كل أيام حياته.
داود رجل مستقيم، كل أيام حياته لم يحد عن أوامر الله أبدا. الرب قال لا تقتل، هو ما قتل أحد أبدا، ولم يحد عن شيء، عن أي شيء مما أوصاه به كل أيام حياته، إلا مرة واحدة، غلطة واحدة، إلا في قضية أوريا الحثي. كم مرة حاد عن أمر الله؟ مرة واحدة نسامحه فيها، بس هذه المرة. أما بقية حياته كلها كانت وفق أوامر الله. طيب أريد أسأل، لمن يقرأ الإنسان الآن بأن داود الله اصطفاه واختار وحفظ وصايا الله رغم كل اللي عمله، إيش الأمر اللي ينقدح في قلبي لمن أسمع هذا؟ الرب لا يبالي فينا إن كنا قتلة، إن كنا سفلة، إن صنعنا ما صنعنا، ما في مشكلة. يعني حكون أحسن من نبي الله داود؟ قتل 200 من أجل ميكال، فإذا أنا قتلت 2 أو رجلين أو 3 أو 4 عشان أخذ أختهم مثلا، ما في مشكلة. هل يمنعني هذا أن أكون بارا ونموذجا صالحا ومثالا يقتدي الناس بي؟ ما في مشكلة. هذا يجعل الناس يقعون في الجريمة ويستسهلون الجريمة. سليمان عليه الصلاة والسلام، هذا النبي العظيم الذي يصفه القرآن بأنه كان حكيما، وأن الله علمه، وأنه ورث علم داود عليه الصلاة والسلام، وأن الله علمه منطق الطير. التوراة أيضا تصفه بأنه حكيم، بل التوراة تصفه في سفر صموئيل الثاني في الإصحاح 12-24 تقول عنه يديديا، الرب سماه يديديا. يديديا يعني حبيب الرب، فالرب سماه يديديا. يقول النص الرب أحبه، الرب يحب سليمان الحكيم عليه الصلاة والسلام. هذا جيد، لنسمع بعض سيرة سليمان في الكتاب المقدس في سفر الملوك الأول 11-3. كان له 700 من النساء السيدات، هذول إيش؟ زوجات. كم زوجة؟ 700 من الحرائر، و300 من السراري. كم عنده؟ 1000 زوجة. هل إذا كان نبي عنده 1000 زوجة، هل هذا يقدح بنبوته؟ يمنعه أن يحبه الله؟ لا لا، ممكن النبي يكون عنده 1000 زوجة والرب يحبه يديديا، لكن نبي يكون عنده 9 زوجات، هذه كارثة، هذه مصيبة. كيف نبي عنده 9 زوجات؟ كيف؟ هذه مشكلة. أما يكون عنده 1000 زوجة ما في مشكلة، ما في مشكلة. كان له 700 من النساء السيدات و300 من السراري. مو بس كده، فأمالت نساؤه قلبه. وكان في زمان شيخوخة سليمان، مثلا من يكبر ويكون حكيم يزداد حكمة، أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، صار يعبد آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب كقلب داود أبيه. وراح وصار يبني معابد الأصنام، والنص أمامكم، فذهب سليمان ورأى عشتوروت إله الصديونيين إلى آخره. في آخر النص يقول فغضب الرب على سليمان، ومع ذلك الرب أحبه. فغضب الرب وكمان الرب أحبه، معادلة غريبة، لكن ناتجها أن هذا الكلام ليس من كلام الله تبارك وتعالى.